الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. هذا اللقاء الاسبوعي معكم على شاشه النيل للاخبار وبرنامج افريقيا، نظر على شان الافريقي وكل ما يتعلق بملفات القاره السمراء الساخنه واهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل وجوله اخباريه افريقيه. نبدأ مشاهدينا بالخبر الأبرز في إثيوبيا، حيث أعلن مجلس النواب الإثيوبي انتخاب الدبلوماسية البارزة سهل ورق زودي رئيسة لإثيوبيا، وذلك خلفا للدكتور مولاتو تشوم وذلك بأغلبية الأصوات. حصلت زودي على 487 صوتا من أصل 487 من أصل 546. بذلك تصبح زودي أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الإثيوبية. وقد عقد مجلس النواب والمجلس الفيدرالي الإثيوبي في وقت سابق جلسة مشتركة لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث تقدم مولاتو تشوم بطلب استقالة وقرر البرلمان قبولها. يذكر أن سهل ورق زودي كانت ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي. معي عبر الهاتف سيادة السفير دكتور صلاح حليمة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيادة السفير. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا بك سيادة السفير. يعني نحن أمام حدث كبير في إثيوبيا، أن تكون هناك رئيسة للبلاد لأول مرة في تاريخها، مع الوضع في الاعتبار أن الرئاسة في إثيوبيا هي رئاسة شرفية والصلاحيات طبعا لرئيس مجلس الوزراء، لكن قيمة هذا الحدث بالنسبة لإفريقيا بشكل عام؟ قيمة هذا الحدث أولا النظام السياسي القائم في إثيوبيا ونظام البرلماني، يعني رئيس الوزراء يتمتع بصفات واسعة، وأن منصب رئيس الجمهورية هو منصب شرفي. نعم. لكن كون أن السيدة تتولى هذا المنصب ومعروف عنها أنها لديها خبرة أو علم وخبرة وكفاءة، خاصة أنها عملت في الأمم المتحدة. نعم. يضع صورة إثيوبيا في إطار العالم الأفريقي أفريقيا وفي العالم أيضا، بأنها تتجه نحو المزيد من الديمقراطية منذ تولي أبي أحمد السلطة، وهناك تفهم من جانب البرلمان عندما يضع المرأة في هذا المنصب الرئيسي والحساس، مما يجعل الرؤية تجاه أثيوبيا أنها تضع المرأة في مكانها المناسب، خاصة أن هناك قضايا كثيرة تتعلق بالمرأة وتمكين المرأة وإعطائها كافة الحقوق بالتساوي مع الرجال. أعتقد هذه الخطوة من جانب أثيوبيا، وخاصة وأن أثيوبيا هي مقر الاتحاد الأفريقي، أعتقد تعطي صورة يعني رائعة بالنسبة لهذه الدولة في ظل الفترة التي تعيش فيها أثيوبيا، مرحلة تجاه مزيد من الديمقراطية واتجاه مزيد من التنمية والإصلاحات على المسار الداخلي وأيضا في علاقاتها الخارجية. نعم، مشكورك جزيلا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. أما في الكاميرون فقد فاز رئيسها بول بيا بولاية رئاسية سابعة بنسبة 71% من الأصوات، متغلبا على منافسه مرشح المعارضة موريس كامتو. وشهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من الشهر الجاري نسبة مشاركة ضعيفة في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك بعد أن فار ما يقرب من ربع مليون شخص من القتال بين الانفصاليين الناطقين باللغة الإنجليزية وقوات الأمن. وبتمديد فوز الرئيس بايا فترة ولايته الرئاسية، تكون ولايته مستمرة منذ 36 عاما، وذلك وسط اتهامات من المعارضة بتزوير الانتخابات. وافق مجلس الوزراء في مالي على مشروع قانون يسمح بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة على البرلمان للتصويت عليه. وفرضت حالة الطوارئ في مالي منذ نوفمبر عام 2015
إثر الهجوم الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة باماكو. انطلقت بالقاهرة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي والمسمى اختصارا إيكوسوك، وتبحث أعمال هذه الاجتماعات آليات لتنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي عقد في القاهرة في إبريل الماضي، والخاصة بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الشاملة بالدول الإفريقية. إيكوسوك يضم 55 فصلا وطنيا تمثل منظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء داخل الاتحاد الإفريقي. بناء شراكات قوية بين الحكومات وقطاعات المجتمع المدني وتبني برامج تعزز قيم السلام والاستقرار بالدول الإفريقية وتفعيل دور المغتربين في تحقيق أهداف التنمية، أهداف مثلت القاسم المشترك في كلمات المتحدثين بالجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي الاجتماعي الإفريقي إيكوسوك. نعول كثيرا على دور الفاعل والدور المساند لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك مع بقية القطاعات وخاصة القطاع الحكومي. نحن تجاوزنا مرحلة التضارب بين المصالح إلى مرحلة التشاركية. المجتمع المدني الإفريقي يجب أن يكون معاضد للقطاعات الرسمية. في 2012 عقدنا مؤتمر قمة خاص لقضايا المغتربين الأفارقة في كل أنحاء العالم، وخرج بتوصيات وبمقررات وبخطة عمل. الآن هو كيفية تنفيذ هذه المقررات على أرض الواقع. ونحن في إدارة المجتمع المدني السيدو، تعرف تصارب بالسيدو سيتيزن اند دايسبورا، هذا هو المحك أو هو الفوكس أو هو التركيز الرئيسي لإدارتنا في تطبيق مقررات تلك القمة. وتحرص مصر على المشاركة بفاعلية في أعمال لجان المجلس من خلال الفصل الوطني الذي يضم نحو 50 مؤسسة أهلية. مجموعة من الجمعيات الأهلية المقسمة إلى لجان، نفس اللجان اللي موجودة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث أن كل لجنة تتفاعل مع اللجنة المقابلة لها، وبالتالي يبقى في نوع من التبادل الآراء والتبادل والتشاور وتبادل الخبرات، ويبقى في نوع من بقى المشاركة فعلا من المجتمع المدني المصري مع المجتمع المدني الأفريقي. ويبحث اجتماع إيكوسوك تبني برامج واقعية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 الهادفة إلى تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي بدول القارة. ويتيح التعاون بين مصر والمجلس الإفريقي الفرصة أمام المجتمع المدني المصري لأداء دوره في خدمة قضايا التطوير والتنمية ليس في مصر فحسب، بل في القارة الإفريقية بأسرها. من مقر الاجتماع، محمد أبو حمد، النيل. مشاهدينا، الملف الذي نطرحه معكم للنقاش هذا الأسبوع في إفريقيا متعلق بالعلاقات المصرية السودانية على ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اختتمت بشكل رسمي إلى السودان. وفي هذه الزيارة تم عقد لقاء قمة في أعقاب الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة فيما بين البلدين. عديد من المجالات تم التفاهم والنقاش بشأنها، وتم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين الجانبين في مجالات عدة. أيضا المجال الطبي ربما كان له خصوصية في هذه الزيارة مع إهداء وزيرة الصحة منح علاجية مجانية للأشقاء السودانيين للعلاج من فيروس سي، وأيضا الاستفادة من تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، وأيضا تجربتها في الحصول على الدواء المعالج بأسعار زهيدة مقارنة بمثيلتها في العالم. ربما الحديث عن العلاقات المصرية السودانية عبر عنه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البشير في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، بالحديث على أن علاقات التكامل أصبحت ليست خيارا وإنما فرض عين، خيار حتمي
لما تشهده المنطقة من تطورات ولما تشهده العلاقات التاريخية بين الجانبين من روابط كبيرة على مر العصور. إذا مشاهدينا نتحدث عن خصوصية هذه الزيارة وأهم ما تم التوصل إليه من خلالها في أعقاب اللجنة الرئاسية المشتركة التي عقدت في الخرطوم مع ضيفنا سيادة اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء. أولا اسمح لنا يعني نوجز في تقرير أهم ما خلصت إليه هذه الزيارة. بين مصر والسودان حقائق راسخة يعززها التاريخ وتؤكدها وحدة المصير سواء على مستوى التعاون المشترك أو الدور الإقليمي. ففي إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 2016 قطع الجانبان شوطا في تفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، منها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية. لقد شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري، وذلك في ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه علاقاتنا الاقتصادية والتنموية. كما استضافت الخرطوم خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين. وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على إزالة جميع العوائق أمام حركة السلع والمواطنين بين البلدين، وأعلن الرئيس السوداني رفع الحظر على دخول المنتجات المصرية إلى السودان. واليوم أنا وقعت على قرار بإلقاء الحظر على المنتجات المصرية للدخول إلى السودان. الأوضاع الإقليمية المحيطة بمصر والسودان كانت حاضرة بقوة في محادثات القمة بين الرئيسين السيسي والبشير، وفي مقدمتها الأزمة الليبية وتحقيق السلام في جنوب السودان وملف الأمن في القرن الإفريقي، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والإفريقية المعنية. وإنني أثق في أن مساعينا المشتركة لتحقيق الأمن الإقليمي سوف تتواصل وتتسع لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر بالتنسيق مع الدول العربية والإفريقية المتشاطئة، خاصة في ظل ما تشهده منطقة القرن الإفريقي من تطورات إيجابية متسارعة. وتأتي مخرجات القمة المصرية السودانية لتؤكد حرص البلدين على تفعيل مختلف أطر التعاون المشترك واستثمار ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات بين دول المنطقة والقارة الإفريقية. إذن حول العلاقات المصرية السودانية على ضوء ما تم التوصل إليه من اتفاقات في اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة في الخرطوم، نناقش ضيفنا سيادة اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب. أهلا بحضرتك مرة أخرى. يعني حتمية التكامل في العلاقات المصرية السودانية ربما عبر عنها مضمون مذكرات التفاهم، شملت مجالات عدة: الصحة، التعليم، التعاون القضائي والقانوني، التجارة، الإعلام، يعني والتنمية، الاتصالات والشباب والتنمية الإدارية، يعني كلها أمور تقريبا تشمل كافة القطاعات. لأي مدى هذه المذكرات يجب يعني العمل على تفعيلها حتى يكون التكامل حقيقة وليست مجرد أحاديث؟ هو طبعا الزيارة دي بتعكس مدى الرغبة والإرادة في يعني تحقيق مسار العلاقة المصرية السودانية في مسارها الطبيعي المفروض تكون عليه. النهارده يعني حتى سياده الرئيس البشير في كلمته اثار الى ان المجلس والوزراء تقريبا موجود في السودان، فده يعني نقطه مهمه جدا ان هو اشار اليها، ان يعني كثافه التواجد المصري، الحكومه المصريه كلها موجوده ووزرائها، ده بيدي انطباع يعني عميق جدا في عمق العلاقات والنيه المصريه اللي
الارتقاء بهذه العلاقة. لما نشوف كمية الوزراء النهاردة الموجودين وكمية الاتفاقيات اللي تم توقيعها، هناك جدية في هذا الموضوع. يعني النهاردة احنا برضو سمعنا خبر حقيقة عظيم جدا من رئيس البشير في بداية كلمته، ان هو ألغى قرار حظر المنتجات المصرية، ودي كانت عقبة كبيرة جدا. حظر دخول المنتجات المصرية إلى السوق كانت عقبة كبيرة جدا قدام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين وحتى السودانيين كمان. فدي طبعا قفزة في تحقيق اللي احنا بنأمله خلال الفترة اللي جاية. يعني برضو كلمة برضو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان واضح ان هو يعني بيتكلم من خطاب بيتجه الى اتجاه حاسم في ابلاغ الجانب السوداني والحكومة السودانية عن الموقف المصري الرسمي، اللي هو النهاردة بيؤكد عمق العلاقة واللي أشار عليها برضو الرئيس البشير بشكل رسمي. يعني بيطلع هذا الكلام من خلال وثيقة مكتوبة لسيادة الرئيس بيقراها بنفسه قدام الشعبين وقدام الحكومة، بيثبت حاجة كتير قوي. وهو النهاردة كمان كان حقيقة بصرف النظر عن الموقف التجاري والاقتصادي نتكلم عن نقاط أمنية مهمة جدا. صحيح. هو تحدث عن مسار العلاقات المصرية السودانية منذ تولي الرئاسة إلى أن وصلنا إلى 2016 وثيقة الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والسودان 2016. يعني هذا الجانب الأمني يعزز المسارات الاقتصادية الأخرى. بالتأكيد. يعني هو أشار إلى النقطة دي يعني في خطابه، دي يعني لازم تكون فيها رسالة، بالإضافة إلى تأمين البحر الأحمر، بالإضافة صحيح. إلى أنه هو بيعزز وبيؤمن الأمن، أن مصر داعمة للأمن الإقليمي السوداني والأمن القومي السوداني في المنطقة. ده النقاط دي بلا شك أنا بعتبر الملف الأمني بين مصر والسودان هو رمانة الميزان في العلاقة في كافة المجالات. صحيح. والرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أيضا في المؤتمر الصحفي ليس فقط عن تأمين البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية، لكنه تحدث عن نهج السودان وأشاد في دعم الاستقرار في جنوب السودان ومساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى اتفاق سلام. وهذه أيضا نقطة جديرة بالذكر في الحديث عن نهج السودان الذي دفع إلى رفع العقوبات الأمريكية عليه. بالضبط كده. وايضا اثار ان في تغيرات في المنطقه في اتجاه الاستقرار، اتكلم عن الشان الليبي، اتكلم عن القرن الافريقي، كل الكلام ده بيتيح الفرصه امام الجميع لان احنا نرتقي بقى بالنواحي الاقتصاديه والنواحي التجاريه. احنا بالنسبه لنا احنا كمصر والسودان احنا عندنا فرص حقيقه متنوعه وعندنا امتيازات كبيره جدا ان يبقى في عندنا ما بيننا وما بين السودان اكتفاء ذاتي في كافة المجالات، زراعيا وصحيا وتجاريا وفي كافة المجالات. احنا لازم نوصل لهذه المرحلة. عندنا ميزات تانية، عندنا جوار جغرافي وعندنا يعني فرصة كويسة جدا ان الجوار الجغرافي ده في تنقل بسهولة، عندنا النقل البري، عندنا معابر، عندنا مش هنتكلم عن النقل الجوي، هنتكلم عن النقل الفينية اللي يعني تنسيق المعابر البرية اللي تم إنشائها، تنسيق الخطوط السكك الحديدية. طبعا احنا عارفين ان في فرق في الخطوط ما بين مصر والسودان حوالي 5 سنتي. ايضا النقل النهري التجاري، مشروع النقل النهري التجاري ما بين مصر والسودان ويمتد الى اثيوبيا. عندنا الطريق البري، مشروعات يعني الربط الكهربائي ايضا بين البلدين وهي من المشروعات الطموحه. بالظبط كده. عندنا الربط الكهربائي، عندنا اتفاقيه الحاره الاربعه. وهنا معلش انا بتكلم بقى في حته كده تانية يعني يمكن خارج الموضوع، البرلمان وادي النيل اللي هو ما بين مصر والسودان احنا في احتياج اليه، لان هذا في تفكير في احيائه من جديد. مهم جدا. ليه؟ لان في اتفاقيه الحاره الاربعه في بعض النقاط ما فيهاش التقاء، لكن البرلمان الافريقي ممكن يشرع، البرلمان للاسف برلمان الوادي النيل ما بين مصر والسودان ممكن يفيد في تشريعات جديده تسهل المزيد من نقاط التقاء. زي ايه نقاط يا فندم حضرتك شايف يعني انه يجب تعديلها؟ في اتفاقيه الاتفاقيات الاربعه عندنا مثلا قانون العمل، التملك، احنا التملك عندنا مفتوح، الاخوه السودانيين بييجوا يتملكوا ما فيش مشاكل بالنسبه لهم.
بالنسبة للسودان هو حق انتفاع، يعني ما فيهوش تملك يعني مستمر يعني أو دائم. قانون العمل أيضا، يعني احنا عندنا يمكن في شوية قيود، عندهم برضو هم في قيود، فالحاجات دي محتاجة توائم في القوانين. بس يعني الأجواء حاليا تسمح بإحياء التجربة ونجاحها، لأنه برلمان وادي النيل لم يعني يستمر طويلا في السابق. بالتأكيد، ولكن هي النهاردة فرصة يعني موجودة لإحيائه من جديد. ولكن أنا بنتكلم المناخ النهاردة مناخ رائع، يعني إحنا النهاردة في قفزة، يعني الحاجات اللي إحنا اتفقنا عليها دلوقتي وقلناها بتحقيقها من خلال اتفاقية صلاحات الأربع بلا شك هتحصل قفزة. إحنا يعني التبادل التجاري ما بيننا ومن السودان حوالي 750 ما يكملش 800 مليون دولار، يعني ما بيكملش مليار. ده رقم حقيقة بعيد جدا جدا عن الأمال والطموحات الرئاسية للدولتين وأيضا للشعب الوادي النيل. فإحنا يعني أنا متوقع في الفترة اللي جاية أكيد هيبقى في زيادة في هذا، يعني أنا بتخيل في خلال سنة أكيد هيبقى في زيادة واضحة جدا وسريعة في العلاقات والتبادل التجاري. انعكاس ذلك يعني على هذه المرحلة من العلاقات المصرية السودانية على يعني التوافقات المصرية السودانية فيما يتعلق بملفات كثيرة، ومنها ملف سد النهضة على سبيل المثال. هو طبعا سؤال حضرتك سؤال مهم جدا، ولكن أنا شايف أن أكيد ملف سد النهضة تم بحثه على هامش الزيارة بما يتمشى مع مصلحة الدولتين في المصالح المائية وتأمينها. ولكن أنا يعني في بعض الملفات ممكن تكون ملفات شائكة، ملفات فيها خلافات، أعتقد أن ليس من التوقيت الحالي أن يتم التطرق إليها. يعني أنا بتخيل أن الأول نحن يعني نؤمن العلاقة، نؤمنها بمعنى أن تبقى علاقات راسخة فيها توحد في التحدي لمواجهة التحديات اللي احنا بنعيشها الفترة الحالية. حيك شايف الدنيا عاملة ازاي، ففي قناعة بدليل ان الرئيسين النهاردة بيوصلوا الى هذه المرحلة. فانا بتخيل ان الـ يعني التطرق لمثل هذه الملفات في التوقيت الحالي مش مناسب، لان بنقول دايما الشيطان يكمن في التفصيلات. فخلينا في الملفات اللي هي يعني المعلنة بالضبط، الجاهزة السهلة اللي تحقق المناخ الطبيعي والراحة النفسية للشعبين والدولتين، وبعد كده نتطرق للموضوعات الأخرى اللي هي إن شاء الله تزال. لأن أنا بتخيل أن العلاقات المصرية السودانية بالتاريخ بيثبت هذا، أن أي مشاكل طرقت ما بين الدولتين في النهاية نهايتها الزوال. صحيح، وهذه يعني هذه النقطة أثبتتها التجربة. في كل مرة كان يتم المساس بالعلاقات المصرية السودانية عن طريق أصوات إعلامية غير مسؤولة، كان بيتم التدخل على الفور والمناداة بعدم الاستماع إلى هذه الأصوات لأنها لا تعبر عن يعني رأي رسمي سواء في مصر أو في السودان. في رأيك أن مثل هذه الأصوات سيكون لها مجال في الحديث الآن أو العبث بهذه العلاقات من جديد؟ الإعلام كان له دور حقيقة سلبي جدا جدا في العلاقات المصرية السودانية، وبرضو الفترة اللي احنا كان فيها نوع من التباعد. انا بشبه العلاقه المصريه السودانيه فتره خير عامل زي الاكورديون كده، آله الاكورديون آله الموسيقيه. الفتره اللي فيها تباعد بتخلق جو من اختراق للاختراق، يعني في دول زي ما سياده الرئيس بيطلق عليها الدول الشر، فبيبقى في ليها فرصه انها تحل هذا المكان، وبالتالي احنا بندي فرصه لهذه الدول في انها تعبث بالعلاقات المصريه السودانيه. ولكن واضح تماما الفتره الحاليه انما زي ما سياده الرئيس قال، يعني ما حدش هيقدر انه في النهايه في طريقها الى الزواج. والجانب الثاني اعتقد ان هو يعني برضو تطرق الى هذه النقطه وقدر ان هو يعي الى ان المشاكل اللي كانت بسبب البعد ما بيننا وما بين بعض في الفتره السابقه مصيرها وحلها الوحيد ان يبقى في توحد في الأمن القومي المصري والسوداني، اللي هو يعني يحقق الأمن القومي الإقليمي للمنطقة كلها. صحيح. طيب يعني الحديث عن مذكرات التفاهم ربما يعني يعني عندما توقع نتحدث عن مذكرات تفاهم لمشروعات مستقبلية، لكن القطاع الصحي تحديدا في هذه الزيارة كان ليه جانب بارز
أولا افتتاح المعرض المصري لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، المنح التدريبية والعلاجية أيضا المهداة من وزارة الصحة إلى الأشقاء السودانيين للعلاج في المستشفيات المصرية، والاستفادة أيضا من تجربة مصر تحديدا في فيروس سي، علاجهم من مرض فيروس سي تحديدا. هذا القطاع يعني لأي مدى على ضوء هذه الزيارة كان نموذج لتحقيق هذا التعاون؟ بالتأكيد المجال الصحي كان واضح جدا، احنا عندنا خبرات كبيرة جدا في المجال الصحي، أنا عشت في السودان فترة طويلة وأعلم جيدا مدى الاحتياج السوداني لي في مجال الصحة بالنسبة لمصر. واحنا الحمد لله احنا دولة رائدة النهاردة على مستوى مش بس المنطقة ولا افريقيا، مستوى العالم كله في مكافحة فيروس سي ويعني الأمراض المتوطنة في مناطق كتيرة في أفريقيا، أيضا عندنا خبراته، وكنا بنرسل بعثات وقوافل طبية متعددة للمنطقة كلها وللسودان بصفة خاصة. كنا شفنا دارفور وشفنا يعني مناطق كتيرة كانت في احتياج إلى هذه المساعدات. ده بينطبق على مجالات أخرى زي مجال الكهرباء، زي مجال وزارة الري، وزارة الزراعة، مجالات كبيرة كتيرة جدا، تعليم أيضا النهاردة يعني أكيد هيبقى فيه اتفاقيات ومنح دراسية مطلوبة ما بين الدولتين، ففي مجالات حقيقة مجالات عديدة للتعاون. طيب اسمح لنا سيادة اللواء ينضم إلينا للنقاش أيضا على الهواء مباشرة عبر سكايب من الخرطوم السيد أحمد البلال الطيب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية، أهلا بك معنا سيد أحمد. مرحب بكم الإخوة في غناة النيل، وتحية للصديقة العزيز سعادة اللواء حاتم باشات الذي سعدنا بعمله معنا هنا قنصل في السودان لسنوات طويلة وترك أثرا وسمعة طيبة هنا في السودان. سيادة اللواء تحدث عن هذه الفترة بالفعل في هذا الحوار، كيف تتابعون سيد أحمد هذه الزيارة وما تم التوافق عليه في أعقاب اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة؟ نعم، أنا يمكن غيظ لي أن أكون شاهد عيان في كل التطورات الأخيرة والزيارات التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى جمهورية الشقيقة جمهورية مصر خلال السنوات الأخيرة، وأنا مهتم بهذا الملف جدا، ومن يعني من أكثر الناس تأييدا للعلاقات بين البلدين وتطويرها منذ سنوات طويلة منذ 40 عام. لذلك نحن يعني ندرك تماما أهمية العلاقات ونتابعها عن كثب. هذه الزيارة كل زيارة تحقق طفرة وقفزة جديدة للعلاقات بين البلدين، ولعل أبرز عنوان في هذه الزيارة القرار الذي أعلنه، وأنا كنت حضور في القصر الجمهوري لحظة عقد المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، ذلك القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية برفع الحظر عن المنتجات المصرية والدخول إلى السودان، وأنا أعتقد هذه خطوة كبيرة جدا وهي دفع للعلاقات بين البلدين، لأنها كانت تشكل هاجسا. مذكور أيضا في زيارة سابقة لمصر كان الرئيس السيسي أشار لهذه النقطة في كلمته، وإن كانت في شكل قفشة ولكنها كانت قفشة يعني نكشة كده زي ما بتقولوا في مصر، وتم الاستجابة لها على الفور. يعني هذا ما تريد أن تقوله، أنه تم الاستجابة لها على الفور من قبل الرئيس البشير في اللجنة الرئاسية المصرية في دورتها الثانية. نعم نعم، مشروعات الربط نعم فضل. السؤال غير واضح. نعم نعم، يعني لم أستطع أن أطرح السؤال. سيد أحمد، بما أنك متابع جيد لهذا الملف، الخرطوم أيضا استضافت خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، هو مشروع استراتيجي بالتأكيد يعزز نقل السلع والأفراد ويمثل خطوة إضافية على مسار دفع الترابط ما بين البلدين، كيف ترى أهمية مشروع الربط الكهربائي في تحقيق هذا التكامل المصري السوداني؟ أنا أعتقد الآن القضية ليست هي ربط كهربائي أو ربط بالطرق البرية التي تفضل سعادة اللواء منذ قليل وقالها، أنا أعتقد الخطوة القادمة ينبغي أن تكون هي التكامل بين البلدين. نحن جيل عايش التكامل بين البلدين،
جئنا إلى مصر العزيزة وكنا شهود عيان عندما كان برلمان وادي النيل، عندما كان الدخول للبلدين عبر بطاقة وادي النيل. نحن تقدمنا خطوات كبيرة بالتكامل، كل الخطوات المتسارعة الآن هي أقل بكثير مما وصلنا إليه في التكامل، ولكن نعتقد كل هذه الخطوات هي خطوة متقدمة نحو التكامل بين البلدين. المطلوب الآن التكامل بين البلدين في ظل الاحترام المتبادل واحترام الشؤون الداخلية لكل بلد. أنا قلت هذا الكلام كثيرا، أي بلد تحكم بالنظام اللي عايزه شعبه، يعني بصرف النظر عن أي شيء، العلاقة هي بين شعبين، يعني شعبين تربط بينهم أواصر لا انفصام بينها أبدا. فأعتقد الربط الأرباعي والربط اللي من سبب التواصل الآن ملايين السوريين يتجهون إلى مصر، يعني وهناك أعداد مقدرة كبيرة جدا من المصريين هنا بين زهرانينا في السودان. وكما أشار سعادة اللواء، أيضا المطلوب إزالة بعض العثرات والعقبات من أشكرك. نكتفي بهذا القدر من الاتصال عبر سكايب السيد أحمد البلال الطيب، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية. ويعني ربما الفكرة وصلت بشكل كبير، وتحدث عن ضرورة إزالة العقبات، يعني تضامنا مع ما ذكرت سيادة اللواء. تعقيبك على مجمل ما ورد في حديث السيد أحمد البلال. أنا منتفق طبعا مع كلامه، هو زي ما قال هو كان شاهد عيان، ويعني يعني أنا طبعا بشكره على اللي قاله في اتجاه يعني توطيد العلاقة بين الشعبين والجهود المبذولة على مستوى الرئاسة. أنا بعتبر يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة يعني جهود نسميها الدبلوماسية الرئاسية، وبالصفة خاصة في اتجاه العلاقات المصرية السودانية. يعني نشوف من أول توليه الرئاسة كان أول زيارة تقريبا كان يروحها كان إلى الخرطوم. كلام طبعا أحمد بلال ان هو يعني ما عندناش حل تاني. هو قارن ايضا بين الحاله التي كانت عليها العلاقات المصريه السودانيه في الماضي، وتمنى ان تكون الخطوات اكثر تسارعا للعوده الى عهد هذه العلاقه. المطلوب ان الفتره اللي جايه تفعل اسرع، اعتقد النيه واضحه. النهارده المجلس الوزراء تقريبا كله في الخرطوم، ودي بشهاده السيد الرئيس البشير. فإذا احنا محتاجين متابعة بقى. يعني بعد الزيارات دي وبعد الاتفاقيات دي لابد ان يبقى في متابعة لهذه الاتفاقيات، ولابد ان الوزارات يبقى عندها الرغبة السريعة في تنفيذ هذه المذكرات، لان في مذكرات كتير قوي الحقيقة موقعة من الفترات السابقة وما حد بيفعل. فاحنا محتاجين الفترة اللي جاية تفعيل، لان الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده رقم حوالي 750 مليون دولار، ده يعني لا يصح ابدا، وحقيقه يعني ما يصحش ان يبقى العلاقات المصريه السودانيه بهذا المستوى. احنا يعني والحقيقه الخطوات يعني بتؤكد ما يتم التوصل اليه ما بين عقد اللجنه الرئاسيه واخرى. يعني كما اشار السيد احمد البلال رئيس، اشار الى مساله حظر دخول المنتجات المصريه الى السودان، وتم الاستجابه اليوم في الدوره الثانيه من اللجنه الرئاسيه المشتركه. متوقع عقد اللجنه القادمه في مصر خلال 6 أشهر لحين عقدها. الخطوات المأمول يعني او التي تتمنى ان تتحقق بشكل شخصي حتى نحقق هذه السرعه في وتيره الاداء. انا بتخيل طبعا يعني بدايه لابد من التنسيق الجيد لاتفاقيات الحالات الاربع. نمره 2، انا بتخيل ان العمله الصعبه مشكله في العلاقه التجاريه والاقتصاديه ما بين الدولتين. بمعنى يعني في مشكله بالنسبه للعمله الحره، العمله الصعبه في السودان في البنوك وفي يعني تحويلات وحاجات زي كده، يعني تعيق اعمال رجال الاعمال. يعني مهما افرجنا عن منتجات، ولكن في السيوله مش موجوده، التحويلات الماليه مش موجوده، الدولار سعره عالي جدا هنا وسعره عالي جدا هنا، فالكلام ده لا يحقق الرغبه والطمانه والامل بالنسبه للمستثمرين في الدولتين. فانا بتخيل ان احنا ممكن نتغلب على ذلك من خلال، يعني انا راجل مش اقتصادي ولكن او تجاري، ولكن انا بقترح ان يبقى في نظام الصفقات المتكافئه او المقايضه. اعتقد دي هتحل كثيرا من المشاكل ما بين الدولتين.
يعني انا بتخيل ان المفروض يعني نبتدي على طول احتبارا من يعني عودة مجلس الوزراء من الخرطوم الى قيام بزيارات متبادلة في مختلف الوزارات على طول، يعني دعوة الجانب السوداني والمختصين الخبراء اللي كانوا في اول يوم بيجهزوا للقمة الرئاسية، لابد ان هم يكون لهم نشاط في هذا المجال. النشاط ليس فقط عن طريق الزيارات المتبادلة وإنما العمل على حل تنفيذها وحل المسائل أيضا العلاقة اللي ممكن تكون حجر عثرة زي سعر الأم. أعتقد أن المناخ مناسب إلى ده، أن المناخ مناسب، في عقبات أخرى يجب أن تزال على الفور حتى يتم يعني الاستجابة من قبل رأس المال، من قبل المستثمر سواء في مصر أو في السودان. التسهيل لحركة النقل الحمد لله، يعني النهاردة الرغبة موجودة، لابد الإسراع من انتهاء من الخط السكة الحديديد، النقل النهري أيضا، يعني المجال يعني متاح النهاردة، في رغبة في إرادة لابد أنها تستغل. شكرا جزيلا سيادة اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين وشكرا للزميل أحمد بلال الطيب على مداخلته. أشكركم مشاهدين على المتابعة، وفي الأسبوع القادم حلقة جديدة من إفريقيا، إلى اللقاء.